تمام. احنا قلنا الانكابسوليشن عباره عن ايه؟ كل لاير بتستقبل بي دي اف فروم اللاير اللي فوقها. تمام. طبعا اما اللاير تستقبل بي دي يو من اللاير اللي فوقها بتعمل ايه؟ بتضيف حاجه اسمها هيدر. بتضيف هيدرز بتضاف فيها، يعني كل حاجه بتضاف هيدرز ار ادد او ار اد. تمام. كل هيدر بيتداب. اما هنا الانكابسوليشن بتعمل ايه يا ابو البشر؟ لاير. ايوه. ريسيف فيديو فروم فيديو فروم فروم ايه؟ بلو لاير. لاير بلو اللاير اللي تحت. ايه اللي تحت؟ أيوة. اللي في الاسفل بيعمل ايه؟ هيدرز ريموفد. بيعمل الهيدرز انسبكشن. الهيدر ايوه يحصل لها ايه؟ ار انسبكشن انسبكت او انسبكشن اند ايه؟ ريموف. ريموف. في منتهى انتوا بقى بالحته الثانيه دي صح؟ مظبوط. ايوه. دلوقتي يا شباب احنا قلنا الاو اس اي موديل ده اساسا هو محطوط للتجارب، فما بيستخدمش اساسا في الشبكه بتاعتنا، بس اللي بيستخدم ايه؟ التي سي بي اي بي. فطبعا التي سي بي اي بي مختلف تماما عن ايه؟ عن الاو اس اي موديل. يعني التي سي بي اي بي الاو اس اي موديل ما بيبقاش كده. يعني بص يا جماعه، انا دلوقتي هحط الاو اس اي اللي هو الاو اس اي موديل لاير، اه سيفن لاير ابلكيشن. تمام. برزنتيشن ديشن ترانسبورت نتورك نتورك داتا لينك داتا لينك فيزيكال. تمام. هنا بص يا جماعه، دي الاو اس اي موديل كده، ده الاو اس اي. في التي سي بي بقى مش كده. تي سي بي اي بي تي سي بي اي بي موديل عمل ايه يا ابو البشر؟ قال لك الاو اس اي موديل بياخد العمليات دي كلها. الابلكيشن بتعمل ايه؟ بتجهز او بتنادى على الداتا، بتشوف البروتوكول اللي انت هتستخدمها او السيرفيس اللي انت هتستخدمها، بتنزل البرزنتيشن، بتعمل لها كودنج انكودنج، وبتعمل لها انكريبشن، تروح للسيشن. فطبعا العمليه مطوله، فقام واخدين التي سي بي عمل ايه؟ خد ده كده خلاهم ايه؟ ابلكيشن مع بعض. خلى ايه؟ الثلاثه لير مع بعض دول خلاهم ايه؟ ابلكيشن. فيهم داتا داتا داتا. هي الداتا في داتا تنزل للترانسبورت على طول. تمام. النتورك اسمها ايه هناك؟ مش اسمها نتورك، اسمها انترنت لير. انترنت. تمام. داتا لينك اسمها داتا لينك فيزيكال. يبقى انا كده عندي كام لير؟ خمسة. بس هو الـ هو بص يا جماعه، تي سي بي مش باللير، اللي هو السيفن لير اللي هو الصاي. تمام. التي سي بي ما بتقالش عليه هو التي سي بي الداتا لينك لير ده جمعهم بحاجه اسمها ايه؟ اسمها نتورك انترفيس. نتورك انترفيس. ففي كتب عاملين ديت نتورك انترفيس. نتورك انترفيس. تمام. فطبعا لما جاب الداتا لينك والفيزيكال لير حطهم في طبقه، فكده البروتوكول بقى كام؟ أربعة. فعشان كده انا ما اقدرش اقول لك التي سي بي اي بي موديل أربعة ولا خمسة. تمام. انا متغير.
لا مش لا 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 هو دلوقتي المعتمد دلوقتي نتورك انترفيس. في ناس بتقول لك داتا لينك وفيزيكال لير تمام. فانا المعتمد دلوقتي في كتب نتورك انترفيس اللي هو الطبقه الثانيه دي ابلكيشن ترانسبورت انترنت نتورك انترفيس. النتورك انترفيس دي داخلها ايه؟ داتا لينك وفيزيكال لير تمام. هي نفس الابلكيشن دي. بصوا يا جماعه احنا قلنا هنا الطبقه هنا اللي هي الابلكيشن كان بيحصل فيها سيف الابلكيشن هنا كان بيحصل فيها ايه؟ كان يوزر انترفيس يعني لو حبي او بيجهز الداتا للسيرفيس اللي هو عايزها تجهيز الداتا داتا بريبريشن. طبعا هنا برزنتيشن يعمل حاجه اسمها ايه؟ انكودنج. السيشن بيفتح سيشن. هنا بقى في الابلكيشن بيعمل ايه بقى؟ ده كله بيعمله في مره واحده. فبيجي في الابلكيشن بالنسبه لي ايه؟ يوزر انترفيس. يوزر انترفيس بتفتح لي الابلكيشن على طول. يعني بتعمل ايه؟ بتجهز لي الداتا وبتعمل لها انكريبشن وبتفتح سيشن. فبالنسبه لي اللي هي اليوزر انترفيس. يوزر انترفيس. طبعا الابلكيشن اللي بتستخدم هنا في ابلكيشن اسمه اف تي بي تمام. في ابلكيشن اسمه تي دي اتش سي بي. في ابلكيشن اسمه دي ان اس تمام. وفي ابلكيشن اسمه ايه؟ اتش تي تي بي. مش انت لو حبيت تعمل براوزنج هتفتح اتش تي تي بي؟ ايوه. لو انت حبيت تعمل تبعت ترسل ايميل هتفتح ابلكيشن او بروتوكول السيمبل ميل ترانسفير بروتوكول. لو انت حبيت تستقبل ايميل بوب اب 3 تمام. تعال نتكلم يا شباب. او لو انا حبيت اعمل ريموت اكسس هفتح ايه؟ تلنت. تلنت او ار دي بي. تلنت او ار دي بي او اس اس اتش تمام. او ار دي بي على راي ابو رائد تمام. تعال بقى نروح نتكلم على كل اسمها ايه؟ على كل ابلكيشن من دي. اول حاجه يا جماعه احنا اتكلمنا فيها هنقول ايه؟ FTP. ال HTTP. ال HTTP بيعمل ايه يا ابو رائد؟ تستخدمه لايه؟ نقل ملفات. ال HTTP بتعمل بيه ايه اصلا؟ براوزنج. براوزنج. مظبوط. بتعمل بيه براوزنج ويب براوزنج. مظبوط. ازاي ويب براوزنج ازاي؟ بيبعت حاجه اسمها HTTP ريكوست. والسيرفر اما السيرفر يرد عليه بيعمل اتش تي تي بي ايه؟ ريسبونس. فهمت كده يا شباب؟ انت بتطلب بتعمل حاجه اسمها باكيت اسمها اتش تي تي بي ريكوست. اما الداتا تيجي بتترد من السيرفر اسمها اتش تي تي بي ريسبونس تمام؟ فعرفنا الاتش تي تي بي بروتوكول بيستخدم في ايه؟ في البراوزنج تمام؟ ده بالدي اتش سي بي بيستخدم في ايه؟ ده بيعمل اساين او بيعطيك جيف ادريسنج. بيعطي اي بي ادريس تمام. وبيعطي يا ابو البشر بيعطي جيت واي وبيعطي ايه؟ دي ان اس. اما تيجي انت تروح تكلم الدي اتش سي بي، الدي اتش سي بي بيديك اي بي بس ولا بيديك مع الدي اتش سي بي وبيديك سبنت ماسك؟ ايوه. وبيعطيك ممكن فيتشر ثانيه اسمها ايه؟ فيتشر زياده انت بتضيفها. ممكن يديك ان تي بي سيرفيس. ان تي بي سيرفيس معاك على حسب انت الدي اتش سي بي انت عامل له كونفجريشن ازاي. ده بالباكت دلوقتي يا شباب. الدي اتش سي بي الكلاينت لما بيروح يكلم الدي اتش سي بي بيكلمه ازاي؟ يعني انت ككلاينت اهو تمام. اما تروح تكلم السيرفر بتكلمه ازاي؟ يعني انت اول ما الكلاينت اول ما يوصل في الشبكه ده سيرفر اهو ده دي اتش سي بي. دي اتش سي بي سيرفر. وده كلاينت. الكلاينت اول ما بيتوصل بالشبكه بيعمل ايه يا ابو رائد؟ بيقرا الحته اللي موجوده معاه في الشبكه. لا اول حاجه بيعمل برودكاست. برودكاست
باكت. البرودكاست باكت دي اسمها ايه؟ اسمها ديسكفري. ديسكفري باكت ديسكفري باكت استكشافيه عن دي اتش سي بي سيرفر في انسايد الشبكه انسايد اللان. ديسكفري باكت تمام، بس ببعتها برودكاست. طبعا الباكت كده اما توصل في الشبكه يا ابو رائد الباكت دي ديسكفر يعني برودكاست، ما توصل هتوصل لكل السيرفرات صح، هتوصل مزبوط. لكل الاجهزه اللي في الشبكه وهتوصل للكلاينت اللي عنده الدي اتش سي بي سيرفيس هو اللي هيرضى عليه. دي اسمها ايه؟ اوفر. انا بعرض عليك يا عم، انا بقول لك انا الدي اتش سي بي، فانا بقول لك ببعت حاجه اسمها يونيكاست باكت. اليونيكاست باكت دي اسمها ايه؟ اوفر. بيبعت يونيكاست باكت اسمها ايه؟ باكت اوفر. بعرض عليك بقول لك يا عم انا الدي اتش سي بي تمام. انت بعد ما تعرف ان ده الدي اتش سي بي هتعمل ايه؟ هتطلب منه. انت اصلا الكلاينت بيتكلم الدي اتش سي بي عايز ايه يا ابو طارق ابو رائد؟ مش عايز اي بي. بعد ما يعرف الدي اتش سي بي هيطلب منه ايه؟ اي بي. دي اسمها ريكوست. هيطلب منه طلب، هيعوز منه طلب. ايه هو الطلب؟ ان هو عايز اي بي. مظبوط. هيبعتها بقى ايه؟ برودكاست. باكت اسمها ايه؟ باكت ريكوست. باكت ريكوست تمام؟ هيطلب منه ايه؟ اي بي. طبعا الدي اتش سي بي لو هيقوم شايف السكوب عنده، عنده سكوب في قلبها اي بيهات، هيشوف الاي بي الفاضي عنده واللي مش مشغول يقوم مدهوله. دي اسمها ايه؟ موافقه صح؟ انا وافقت ان انا اديتك اي بي، خد اي بي اهو. دي اسمها ايه يا ابو البشر؟ اسمها يونيكاست. يونيكاست باكت اسمها ايه؟ باكت اكنولجمنت. باكت اكنولجمنت. اكنولجمنت تمام. فكده العمليه تمت، ان الجهاز بعت بعت ديسكفري على الدي اتش سي بي. الدي اتش سي بي اول ما جات له الباكت عرض عليه بيقول له يا عم انا ايه؟ انا الدي اتش، انا السيرفر المسؤول عن ايه؟ عن الدي اتش سي بي سيرفيس. سيرفيس. فطبعا الكلاينت اول ما يجي له الباكت عرف الدي اتش سي بي، فيطلب منه ايه؟ باكت ريكوست. باكت ريكوست باي بي. باكت ريكوست اي بي. باكت ريكوست اي بي ادرس. عايز اي بي ادرس صح؟ ايوه. الدي اتش سي بي سيرفر هيرد عليه باكنولجمنت، خد الاي بي اهو. ايوه. يوم الكلاينت واخد اي بي ادرس. مظبوط. تمام. العمليه دي احنا بنسميها ايه يا شباب؟ دي حرف ايه يا ابو البشر؟ اه ده حرف ايه؟ دي. دي دي اللي تحتها ايه؟ اللي باكت اوفر. اسمها اول حرف ايه؟ او. او الثانيه ايه؟ باكت ايه؟ الثانيه باكت اكنولج. هنا دي اكنولج دي ايه؟ ار ار باكت ريكوست. الحرف بتاعها ايه؟ ار ار. اما يتعمل له اكنولجمنت اسمها ايه بقى؟ ايه ايه الكلمه دي اسمها ايه؟ دورا. دورا. الكلاينت لما بيروح يكلم الدي اتش سي بي بيكلمه بعمليه الدورا. ديسكفر الاختصار بتاعها ديسكفري اوفر ريكويست اكنولجمنت. انت خد الاختصارات ديت الدي ديسكفري. بعد كده بيطلب اوفر من دي اتش سي بي سيرفر، وبعد كده انت بتطلب ريكوست من دي اتش سي بي، بعد كده دي اتش سي بي بيعمل لك اكنولجمنت. ايوه. فهمت كده؟ ايوه. طبعا الدي اتش سي بي البورت بتاعه طبعا لازم يكون له بورت، ما هو الدي اتش سي بي ابلكيشن صح؟ عشان عندك انسان الشبكه لازم يكون ليه ايه؟ لازم يكون له بورت. لازم يكون له بورت. ايه البورت بتاعه؟
67 بس يو دي بي يو دي بي بورت مش تي سي بي. النوع بتاعه يا بالبشر يو دي بي يو دي بي وال اتش تي تي بي البورت بتاعها كام؟ تي تي بي 80 80 تي سي بي ولا يو دي بي؟ تي سي بي تي سي بي لانه طلب ريكوست واستنى مجاله الايه الريسبونس فهي ايه تي سي بي تي سي بي تمام. وصل كده سيف؟ طبعا احنا قلنا ايه بقى البروتوكول اللي هو اللي بعده ايه دي ان اس. الدي ان اس ده بيستخدم داخل الشبكه اسمه ايه الاختصار بتاعه بالبشر صحيح الدي اتش سي بي الاختصار بتاعه ايه دي اس بي دايناميك دايناميك ايوه هوست كونفيجريشن كونفيجريشن بروتوكول بروتوكول دايناميك هوست كونفيجريشن ها دايناميك هوست كونفيجريشن بروتوكول ده الاختصار بتاعه تمام. وقلنا ان هو ايه يو دي بي يو دي بي بورت بتاعه كام 76 وكام لا 67 وكام 68 67 و68. طب الدي ان اس وقلنا الدي اتش سي بي مسؤول عن ايه ان هو يعطي ايبهات الساين اي بي ادرس تمام وصبن وماسك وجيت واي تمام ودي ان اس ودومين نيم فيتشر كتير الفيتشر اللي هي اللي انت بتستخدمها داخل ايه الشبكه ماشي ده بالدي ان اس بقى ايه المهام بتاعته اللي هو اختصاره ايه يا شباب دومين نتورك نيمينج سيرفيس او سيستم او اور سيستم سيرفيس او سيستم يعني مش هتفرق يعني ده بيستخدم في ايه يا ابو البشر دي ان اس هقول لك في ايه بص يا ابو البشر انت طبعا الباكت بتاعتك ما بتمشي السورس اي بي ولا بيتكتب فيها اسم مش هو بيتكتب سورس اي بي 192 168 1100 ايوه والديستنيشن اي بي اللي هو مثلا انت عايز تروح تكلم موقع جوجل فبتكتب فيه 4 8 صح؟ تمام. انت لما تيجي تخش على الفيسبوك او تروح تخش على موقع جوجل بتكتب فوق اسم ولا بتكتب اي بي؟ اي بي بتكتب اسم بتكتب اسم بتكتب اي بي زي انت بتيجي تفتح الموقع بتكتب اي بي؟ على اسم ها؟ يعني لما تيجي تروح تفتح كده الاي بي بتفتح كده بتكتب اي بي فوق هنا كده ما شاء الله عليك حافظ الايباد كلها اللي في العالم كلها يعني انت عارف كل الايباد اهو ما شاء الله عليك يعني انت لما تيجي تكتب هنا بتكتب 88 ولا بتكتب www.google يعني انت بتكتب اي بي ولا بتكتب اسم نيم طب انت بتقول بكتب اي بي ليه بتكتب اسم صح؟ ايوه طبعا وانت عارف ان الباكت بيبقى سورس اي بي وديستنيشن اي بي ده مين يحول النيم ده الاي بي؟ مين يعمل له ريزولف من النيم يعمل له يحوله له الاي بي؟ الدي ان اس. الدي ان اس مسؤول ان هو ريزولف فروم نيمينج من اللي هو فول كواليفايد دومين نيم اللي هو ايه من نيم تمام تو ايه اي بي ادرس فهمنا ابو البشر ايوه يعني انت عندك صعب ان انت تحفظ ايبهات الموقع بتاع العالم كله صح انت سهل عليك أيوة. احنا شاطرين في حفظ الاسماء شويه يعني ممكن مثلا سيف عامل موقع جديد اسمه www.safe.com بس انا اقدر احفظه يعني انا لو جيت بعد سنه اعرف ان سيف لي موقع اسمه www.safe.com صح بس انا بعد سنه يبقى صعب عليا الاي بي بتاع سيف اللي هو 91 95 30 1 صح او 30 30 ايوه فدي مهمه
مهمه الدي ان اس، الدي ان اس مهمته ان هو يعمل لك اما تيجي تكتب www.sync.com يوم رايح يوم عامل لك ريزولف يوم مديك الاي بي بتاعه ده ديستنيشن، يوم قال لك الديستنيشن اي بي بتاعه كام؟ 91 95 22 31. تقوم رايح الباكت بتاعتك تمشي ازاي؟ سورس اي بي اللي هو ايه؟ سورس اي بي اللي هو بتاعك اللي هو 192 ديستنيشن اي بي 1100. هتكلم مين؟ الديستنيشن اي بي اللي هو ايه؟ اللي هو سيف 91 اللي هو كام؟ 91 95 22 31 95 22 31. انت دلوقتي طالع لازم تطلع بحاجه اسمها ديستنيشن بورت يا سيف، ديستنيشن بورت صح؟ صح صح. احنا قلنا الديستنيشن بورت من اول الفا 24 صح؟ ايوه. هتاخد من اول الفا 24 ابو البشر يروح يكلم موقع سيف اللي هو الموقع بتاع سيف على بورت ايه؟ الفا، هيطلع ببورت الفا 24 صح؟ مظبوط. الديستنيشن بورت بتاع الموقع بتاع سيف هيكلمه ايه؟ موقع سيف هيكلمه على بورت كام؟ 1024. لا 1024 ده لا، دي سورس يا جماعه، دي سورس، ده سورس بورت، ده سورس بورت هيكلم، هتطلع ببورت 1024 تمام. هتروح تكلم الموقع بتاع سيف، موقع سيف ده اصلا موقع ويب سايت 80 في 80 على بورت 80 تمام. وصل كده؟ وصل. ايوه. طب تمام. الدي ان اس لازم يكون ابلكيشن، لازم الابلكيشن ده يكون لها ايه؟ بورت عشان تستخدم. ايه البورت بتاعها؟ معروفه دي، بورت 53 يو دي بي وتي سي بي. وتي سي بي، بص يا جماعه، يو دي بي امتى؟ يو دي بي امتى؟ امتى الدي ان اس عندك يستخدم يو دي بي بورت 53؟ اما كنت هتكلم دي ان اس دايركت تمام. بص يا جماعه، انت بتكلم الدي ان اس بتاع مين؟ اس تي سي تمام. الدي ان اس بتاع اس تي سي 84 235 566. فانت بتدور موقع سيف ده www.safe.com تمام. فروحت كلمت الدي ان اس بتاع اس تي سي، فاس تي سي قالت لك لا انا ما عنديش اي بي لل، ما عنديش اي بي ده، ما عارفش يعمل لك ريزولف تمام. فالدي ان اس يروح يعمل ايه بتاع اس تي سي؟ روح حاجه اسمها الروت هنت. روت هنت، روت هنت. عندي كام روت هنت في العالم يا سيف؟ عندي 13 روت هنت في العالم، 13 روت هنت متقسمين من اول ايه لغايه ايه؟ ام تمام. روت هنت ده عباره عن ايه؟ كل روت هنت يا ابو البشر، بص يا ابو البشر، روت هنت مسؤول عن دومين. كل روت هنت مسؤول عن دومين، يعني في روت هنت مسؤول عن www، في روت لا، في روت هنت مسؤول عن .com، وفي روت هنت مسؤول عن .net تمام. .net وفي روت هنت مسؤول عن .gov .gov وفي روت هنت مسؤول عن .edu في روت هنت مسؤول عن ايه؟ كم دوت نت دوت جوف دوت ايه دوت اس ايه مثلا دوت مثلا كوميرشال دوت نت دوت ايديو دوت جوف دوت ايه مثلا. في اكتر من دومين يا سيف، فانت الموقع بتاعك اسمه ايه؟ www.safe.com صح؟ مظبوط. طبعا السيرفر بتاع اس تي سي مش هيعرف، هيقوم قايل لك، هيقوم محولك لروت هنت اقرب روت هنت ليه اللي هو مسؤول عن دوت كوم تمام. فانت هتروح تكلم روت هنت المسؤول عن دوت كوم، فتقول لي يا عم انا عايز اكلم الويب سايت اللي اسمه، عايز اكلم الويب سايت اللي اسمه www.com تمام. فيقول لك انا ما اعرفش www.safe.com، بس انا عارف السيرفر
المسؤول عن الدومين اللي اسمه save.com تمام؟ يديك الاي بي اللي يعني المسؤول عن السيرفر اللي مسؤول عن save.com. وصلت كده؟ فانت تقوم واخد الاي بي ده مراح مكلمه تمام؟ هتقول له يا سيرفر يا يعني المسؤول عن save.com انا عايز اكلم الويب سايت اللي مسؤول عن www.com. هيقول لك انا ما عنديش www, انا عندي ريكورد اسمه www.save.com. يوم اديك الاي بي بتاعه اللي هو كام؟ 91 95 22 31. العملية دي تعتبر بالنسبة لي تي سي بي لان سيكونس واكنولوجيمنت, سيكونس واكنولوجيمنت صح؟ ايوه. اما لو انت رحت رحت اللي هو الدي ان اس بتاع اس تي اداك الاي بي على طول, دي اسمها ايه؟ يو دي بي, سيكونس يو دي بي. ايوه معايا؟ ايوه. لو كانوا يعرفوا انت بتبعت سيكونس على الروت هنت, الروت هنت بيديك الموقع بتاع دوت كوم, يقول لك انا اعرف الدومين المسؤول عن دوت كوم. يوم بديك السيرفرات المسؤول عن دوت كوم, بتروح تكلم السيرفرات المسؤول عن دوت كوم وتقول لهم انا عاوز موقع www.safe.com, يقول لك لا انا عارف الدومين, عارف السيرفر اللي مسؤول عن safe.com. يوم اديك اي بي السيرفر المسؤول عن safe.com تمام؟ مظبوط. يوم اما تروح لsafe.com تقول له انا عايز الموقع اللي اسمه www.safe.com, يوم اديك الاي بي بتاعه تمام؟ يوم الدي ان اس بتاع اس تي سي, يوم كايش عنده www.facebook.com بالاي بي ده تمام؟ كده عرفتوا فكره الدي ان اس بتتعامل ازاي تي سي بي ويتعامل يو دي بي؟ امتى بيتعامل يو دي بي؟ بيتعامل يو دي بي لما يكون عارف السيرفر. بيتعامل يو دي بي اما تروح تكلم دي ان اس دايركت على طول يديك الاي بي على طول. اما لو اللي هو البابليك دي ان اس عندك اللي هو زي بتاع اس تي سي ما يعرفش الموقع ده, انت بتروح تكلم حاجه اسمها روت هنت, هو بيروح يكلم, هو بيروح يكلم لك روت هنت او بيروح يكلم دي ان اس تاني. التحدث ما بينهم ده اسمها تي سي بي, بيفتحوا ما بينهم بورت اسمه تي سي بي 53. اما الكلاينت لما يكلم البابليك دي ان اس على طول بيفتح بورت يو دي بي 53. ايوه فهمت الفكره. ايوه. طب الدي ان اس فايدته ايه يا ابو البشر؟ الدي ان اس لما يكون ال 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 الكلاينت اخذ الموقع مباشره بدون الدي ان اس, المهمه بتاعته بيعمل ايه؟ لما الدومين نيمينج سيرفيس بيعمل ايه؟ بيعمل ريزولف, بيحول النيم للاي بي, النيم للاي بي. انت عندك الموقع اسمه www.facebook.com, انا الباكيت عندي فيها سورس اي بي وديستنيشن اي بي ما فيهاش نيم, فعايز يخلي الباكيت ماشيه انه محطوط فيها السورس اي بي, فيعمل لازم يكون عندك دي ان اس. دي ان اس ده يوم عامل لك ريزولف من النيم بتاعك اللي هو www.facebook.com.safe.com ده يدي لك الاي بي. فالدي ان اس فايدته ايه؟ ريزولفنج فروم نيمينج تو اي بي ادرس, بيحول نيم للاي بي ادرس تمام؟ تمام. طب عندك بروتوكول اسمه ايه؟ اسمه سيمبل ميل ترانسفير بروتوكول اللي هو اس ام تي دي. اسمه ايه يا سيف؟ سيمبل ايميل, سيمبل ميل بروتوكول. دي مسؤول عن ايه يا سيف؟ ترانسفير الايميل, سند ايميل. مظبوط. سند ايميل يعني فروم ايه؟ سورس للديستنيشن. ايوه. طب تمام, البروتوكول ده عشان يشتغل يا ابو البشر لازم يستخدم صح؟ ايوه صح ولا انا غلطان؟ لازم تستخدم ايش؟ مش هو ابلكيشن؟ ايوه. كل ابلكيشن لها بورت. ايوه. بورت اللي هو سيمبل ميل ترانسفير بروتوكول كام؟ بيستخدم بورت اسمه تي سي بي
25 بورت 25 ونوعه تي سي بي. ليه؟ هقول لك على حاجة. انت ما تيجي ترسل ايميل او سند ايميل لسيف، تمام، ايه اللي بيعرفك ان الرسالة وصلت؟ لو رسالة فيها ايرور، لو الميل بتاع سيف فيه مشكلة هيجي لك ايرور ان الايميل ده فيه مشكلة، صح؟ جالك اكنولجمنت ان رسالة راحت من الدرافتس راحت للسند، صح؟ بص يا جماعة، مش انت يا ابو البشر، لو انت عندك ايميل هنا كده، تمام، هنفتح ايميل اهو. لو انت رسلت رساله وجيت هنا يبقى رساله لسه ما راحتش من جهازك، صح؟ ايوه، تيجي الدرافت، تيجي في الدرافت. اما تروح للسند ايتمز ما تلاقي كده، اتاكدت انها ايه؟ تم ارسالها. ها؟ يكون تم ارسالها لو جيتها في السند. خلاص كده اتاكدت ان جالك اكنولجمنت ان الايه؟ ان السيرفر اتاكد لك ان ايه؟ ان الباقي اسمها المسج وصلت للايه؟ للسورس، صح؟ ايوه ايوه، دي اللي انا بقول لك عليها. فعشان كده هو تي سي بي بيستنى اكنولجمنت، تمام؟ ايوه. في بروتوكول تاني اسمه بوب ابس، ده بيستخدم فيها بالبشر، بيستخدم في ريسيف الايميلات. انت مش في بروتوكول أيوة. ايميلات، تمام، فروم ايه؟ السورس للديستنيشن، بيستقبل المسج بتاع الايميلات منين؟ من السورس للديستنيشن. السورس ديستنيشن، ايوه، بروتوكول بيرسل وفي بروتوكول بيستقبل، تمام. دي الاي بي بتاعه كام؟ 110 تي سي بي. ده البورت، ده البورت بتاعه، ما هو ابلكيشن يا ابو البشر، فكل ابلكيشن انت قلت بورت يعني. ايوه انت قلت اي بي، انا قلت اي بي. ايوه لا، قلت البورت بتاعه، البورت، اسف يا ابو البشر، البورت بتاعه تي سي بي بورت 110. ايوه تمام. في عندك بروتوكولات كتير بتستخدم في الابلكيشن اللي هي، تمام، منها البروتوكولات اللي قلناها دي، في اللي هو الاف تي بي يا ابو البشر. ايوه، تي بي بتستخدمه في ايه؟ فايل ترانسفير، اللي هو فايل ترانسفير، يعني انت بتنقل داتا، بتعمل داونلود لداتا وتعمل لها ابلود، يعني فايل ترانسفير، صح؟ ايوه، فايل ترانسفير بروتوكول، صح؟ بتستخدمه في ايه يا ابو البشر؟ بتعمل ترانسفير للداتا، ترانسفير تو للداتا. فده ابلكيشن، لازم الابلكيشن ده يفتح بورت الاف تي بي. البورت بتاعه كام؟ 80. الاف تي بي بورت 80، والاتش تي تي بي كام؟ لا لا لا، ما 80. الاف تي بي ليه بورتين بيستخدمهم، اف تي بي ليه بورتين 20 و21، بس تي سي بي، لان الاف تي بي بيبعت سيكونس وبيستنى الاكنولجمنت. تمام. عندك بروتوكول زيه كده اسمه تي اف تي بي، تريفل ترانسفير، فايل ترانسفير. ده بيستخدم فيها ابو البشر برضك نقل الداتا، ايوه، بس في اتجاه واحد، تمام. يعني ازاي؟ بيبعت سيكونس ومش مستني ايه؟ اكنولجمنت. فالتي اف تي بي اسرع من الاف تي بي، بس الاف تي بي في حاجه اسمها كونكشن اورينتد، او حاجه اسمها ايه؟ تراست، بيتاكد ان الداتا وصلت لك بالفعل. ايوه كده. أيوه. بيبعت سيكونس بس، ما بيستنيش اكنولجمنت. فبيستخدم بورت ايه بقى؟ 69. نوعه ايه بقى يا ابو البشر؟ يو تي بي. يو دي بي، مظبوط، الله ينور عليك، لان اليو دي بي ما كونكش لس، يعني مش تراست كونكشن، انت تراست كونكشن، صح؟ ايوه ايوه تمام.
في عندك بروتوكول اسمه ايه سيمبل ميل اسمه ايه سيمبل نتورك سيمبل نتورك مانجمنت بروتوكول اللي هو اس ام بي تمام. ده بيستخدم في مونيتور الشبكه اسمه ايه سيمبل نتورك مانجمنت بروتوكول. ده بنستخدمه فيها بالبشر طبعا. انت متقوم الشبكه بتاعتك بالرواتر والسويتشات بالسيرفرات بالفايروول والكلام ده. انت هتقعد عايز تعمل تشاهد وتمانج الشبكه دي وانت قاعد، مين البروتوكول اللي يعمل لك كده؟ بروتوكول ايه؟ الاس ان بي. الاس ان بي، الاس ان بي هو البروتوكول المسؤول عن ان هو يعمل لك مونيتور للشبكه. بتستخدم بروتوكول الاس ام بي. عايزين نعرف بيستخدم بورت كام عشان انا مش حافظه بصراحه. ثواني، اس ام بي بورت. مية واحد وستين يو دي بي. مية واحد وستين البورت بتاعه كام يا ابو البشر؟ 161 بس ايه؟ يو دي بي. ليه بقى؟ لان ان ما يتعمل له سيت اب على الرواتر بيرمي على السيرفر، فالداتا بتجيله مش مستني سيكونس. يعني انت الراوتر اما يقع من الانترفيس بتعمل لها داون، هيستنى ياخد اكنولجمنت يقول له ايه اللي حصل له داون، هو بيبعت له الباكت ده انترفيس بقى داون خلاص بيبعتها له يو دي بي. قلنا البورت بتاعه كام؟ 161 161 تمام؟ 161 يا شباب. بس نوعها ايه؟ يو دي بي. يو دي بي. يو دي بي. تمام. إيه كده؟ بصوا يا جماعه، نفس الشرح اللي احنا شرحناه، الترانسبورت بتعمل ايه برضو؟ بتعمل سيجمنتيشن وبتعمل ايه؟ خلاص الداتا. بص اللي كان عندي التي سي بي اي بي عمل ايه؟ خد 3 ليرز اللي هي الابلكيشن والبرزنتيشن والسيجمنتيشن والستيشن، وعمل فيهم ايه؟ حطهم في لير واحد اسمها ابلكيشن عشان يسرع عمليه ايه؟ الداتا. يعني مش كل لير هتقعد تعمل لي فانكشن، لا هو خلي لير واحده بتعمل الليله دي كلها، بتعمل انكريبشن وبتعمل ديكريبشن وبتعمل انكودنج وبتفتح سيشن، بتعمل كل الكلام ده في لير واحده. فعشان كده اللير التي سي بي اي بي مودل اسرع من مين؟ اسرع من الاو اس بي مودل. وصلت؟ فطبعا بعد ما يفتح يو دي بي بورت والكلام ده ويفتح، مش يفتح بورت بقى، هو بيفتح بورت في الترانسبورت تمام. الابلكيشن اللي انت هتستخدمها يعني اتش تي تي بي، السيرفيس اللي انت هتستخدمها اتش تي تي بي تمام. فبروح للترانسبورت السيشن اللي هيفتحها بيشوف البروتوكول اللي هيستخدمه او الابلكيشن اللي هتستخدمها. هتستخدم ابلكيشن ايه؟ براوزنج. البراوزنج ده بيستخدم ابلكيشن اتش اسمه اتش تي تي بي. الاتش تي تي بي ده بيستخدم بورت 80، فيجي في الترانسبورت يفتح له ايه؟ بورت 80 للسيرفيس دي. وصلت؟ ايوه. والداتا لما تجي له من الابلكيشن يعمل لها سيجمنتيشن. عرفنا يعني ايه يعمل لها سيجمنتيشن؟ قبل كده. ايوه. ويعمل لها ايه؟ سيكونسنج وادريسنج، صح؟ ايوه. ويعمل لها ايرور كوريكشن، تمام؟ ويعمل لها ايه؟ فلو كنترول، صح؟ ايوه. نفس اللي احنا شرحناه في التي سي بي، بس الفرق ان هو جمع ايه؟ جمع 3 ليرز حطهم في لير واحده اسمها ابلكيشن. ايوه. وضحت كده يا شباب؟ ايوه. اي حد عنده مشكله انا هقفل دلوقتي السيشن تمام؟ اي حد عنده مشكله